تكملة ربما للاستراتيجية. هناك كذلك يعني مشروع ذو بعد استراتيجي هام يعني في الجزائر، هو إنشاء المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية. إلى أين وصل هذا المركز ومتى تنطلق الأشغال الإنجاز؟ المحافظة السامية للرقمنة وتنفيذا للتعليمات الراشدة السيدة رئيس الجمهورية، نحن نمشي بخطة ثابتة، يعني الخطة اللي رانا نتبعوا فيها مدروسة. دونك ميم المركز الوطني هو من بين الأهداف الاستراتيجية اللي جاية في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. دونك هذا المشروع تم الانطلاق فيه بتعليمات من سيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الذي تم انعقاده في 14 نوفمبر 2023، اين قمت بعرض رؤية التحول الرقمي في بلادنا واللي سمنها سيد رئيس الجمهورية، وفي نفس مجلس الوزراء اسدى تعليمات أن المحافظة السامية للرقمنة تنطلق في مشروع إنجاز المركز الوطني للبيانات مع شركة هواوي الصينية، باعتبارها شركة رائدة في المجال ومتخصصة ورائدة في هذا المجال. دونك انطلقنا في المشروع مباشرة بعد التعليمات اللي أسدها السيد الرئيس، وثمرت الجهود. أمضينا على العقد مع الشريك الصيني في 20 أبريل 2024، وانطلق المشروع مباشرة. كيف انطلق؟ يعني انطلقت عملية الإنجاز؟ انطلقت عملية الإنجاز، هو المشروع راهو قيد الإنجاز، انطلق المشروع. نعم، من سيتكفل ربما بالإنجاز؟ هل هي شركة هواوي 100%؟ أم فيه إمكانية أن تشارك يعني مؤسسات جزائرية كشركات مناولة إلى غيرها؟ المحافظة السامية للرقمنة أمضت المشروع مع الكونسورسيوم، يعني ما فيه شركة واحدة تاع هواوي، كاين تجمع شركات هواوي. دونك كاين شركة هواوي انترناسيونال، وكاين شركة هواوي تكنولوجي، وكاين وحدة في هونغ كونغ، وحدة في بكين، وكاينة وحدة في الجزائر اللي هي شركة هواوي الجزائر. دونك كل ما هو تكنولوجيا تريز افونسي، دونك راح تكون انترناسيونال وتكنولوجي، وعندنا باقي الخدمات كالبناء والمعدات اكسيتيرا، هذيك تقوم بهم شركة هواوي الجزائر، وهي لو مونداتير تاع الهندسة المدنية كذلك. اكيد. دونك هنايا احنا في مشروع الصفقة، في دفتر الشروط مشروع الصفقة ألزمنا الشريك الصيني أنه فاعلين جزائريين يشاركوا في تجسيد هذا المشروع في بعض الجوانب تاع هذا المشروع. ودايوغ في 29 أبريل 2024 أطلقنا أن أبل مانيفستاسيون دانتيغي اللي طلبنا فيه أنه مخابر جامعية، مؤسسات ناشئة، مقاول ذاتي لإبداء الرأي والمساهمة والمشاركة، باش دونك هي عبارة عن منافسة. في 4 مايو 2024 نصبنا لجنة اللي تقوم بالانتقاء، فيها ممثلين عن وزارة المؤسسات الناشئة، وزارة التعليم العالي، وممثلين من شركة هواوي أكيد، ومحافظة سامية للرقمنة أكيد. لماذا؟